مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ويلها في أسرارها دفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، انهش بروحي اصرخ وانا اصرخ يا مطر، وانا اصرخ يا مطر. جرح الدفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. وش المناسبة؟ صحيح يا أختي، ما يحتاج مناسبة عشان نتغدى أربعة. بس تعرفي، سما في المستشفى وسعد وسيف في الدوام، يعني ما عندهم خبر. لا لا أبوي، لا، كله ولا زعل أبو جيفر. خلاص بتصل بهم وبخبرهم. وداعت الله. Thank you.
هلا ما هيثم وش هذا اللي كاتبنا؟ والله كيفي سيارتي وانا حر فيها ابيعها احرقها اكسرها دام اني ما اسوقها تراني حر. اولا السيارة قانونا ما ملكك، السيارة باسم ابوك، يعني ما من حقك تتصرف فيها على كيفك. والله ابوي ما عنده مانع. بنشوف. ثانيا يوم تبى تبيع سيارة على الاقل اكتب الكلمة صح. كيفي انا اكتب بالطريقة اللي تعيبني. لا ما كيفك، استحي على وجهك. طالب في الشهادة العامة وما تعرف تكتب؟ يلا تحرك، اولاد عمك معزومين على الغداء معنا، سير بدل وانزل تغدى معنا، ولا هذه بعد على كيفك؟ طبعاً الكل يتساءل على حويش مسوي هذه العزيمة. طبعاً هناك أكثر من سبب. أولاً لأن سيف بيودرنا قريب وبيصير الشرقية، والشيء الثاني والأهم نبغى نحدد موعد الزواج. تبغاني اسكت؟ لا يا ابو كيفر لا. زين وش ذنب عمي؟ يعني هذا يزاه انه مستعيل ويبى يزوجها؟ خله يكلم والده قبل. ما اقدر ما اقدر اعيش بقلبين. هذه سما سما. لو اجتهدت بتقدر. بكون مثل العرب اللي يقرها حصانين في اتجاهين مختلفين. انت اللي توجه الحصانين، خلهم يروحوا بالعربة في اتجاه واحد والى الامام. انت بس فكر بعقل واتبع احساسك.
أما سما لو كنت تعرف أن مالة معزة بخاطرك ما كنت زوجتك إياها أبد. من استوى اللي بيني وبينك وأنا أتجنبها. المفروض يستوي العكس. وأنا اللي أقول إنك الرجل الثاني في الكرة الأرضية اللي يملك يختار. أنت كيفر الأسد الشديد ابن ذياب على السن ورمح. أنت عبالك إن اخترت الاسمين كده عبث؟ لا أنت تلعب بعقلي. هذا أنا أختار وأتصرف مثل الأسد الشديد وأقول لك أنا ما باع. يا رب تختار صح وأنا ما بقول لك شيء أبد. شفت؟ أنا قلت لك إنك ما بتلتزم. الملكة والعرس بيستوين. سكوت سعد هذا مخوفني. كل ما توثقنا قال خوفنا. مكتب المحاماة ذهب ومثث ومكان ممتاز. هذا غير الشيك اللي بتلقاه تحت وساتك الليلة وفيه المبلغ اللي تحتاج له وزيادة. ما تقدري ليلى، ما تقدري تاخذي غيره ولا كان خضيتي؟ حوشت تريه كل هالسنين. شوفي عادي، حتى انا المتزوجه تي ايام واخوز الخاتم من يديني، والايام طويله بعد، لاني شخصيا اعتبره اقل من رمز لعلاقة في غاية العمق. ليلى لا تجننيني. اللي يشوفك يوم الخطوبة ما يصدق يوم يشوفك الحين. كنا متوقعين انك تتزوجها في نفس الاسبوع، خاصة بعد ما وافق أبوي على كل طلباتك. كالعادة طبعا طلباتك أنت أوامر في هالبيت، ما حد يقدر يقول لك لا في أي شيء. عكسي أنا تماما. جيفة لو ما تبى البنية قولي، خلها تشوف نصيبها. واسمع الخبر، الدكتور سليمان خطبها من اخوها سعد، وبعد اللي انت سويته احتمال كبير انهم يوافقوا. قلبي ما مطمن لهالسالفه. انزين حويش، من زمان ونحن عارفين ان سما حق جيفر وجيفر حق سما. ابويا الله يرحمه وعمي ذياب. عمك ذياب؟ المشكلة في عمك دياب. وش قصدك؟ سيف، في أشياء مهمة لازم أقول لك إياها. وأنا بعد، بس ما كنت متأكد، لكن تو أظن إن يا الوقت المناسب إني أقول لك. سعد. سيف. توهني وانا جالسه ادوركم. خير؟ بالرضايا عليكم يا ولدي. هذه اختك واختك يا سيف، لا توقفوا بوي زواجها. بس ما سما وجيفر ما لهم ذنب في اي شيء. ما لهم ذنب في ويش؟ تو انتوا اعلامكم ياسين تتكلموا بالالغاز، فهموني. بالالغاز تنفك وتكحل
ولين ما تنحل لا توقف ويه زواج سنة. من السفر اللي منعني شيء كبير. ما اقدر اقولها الحين، بس تأكدي اللي منعني اتكلم ونفس السبب
اللي يخليني أتمسك فيه واللي يخليني مستحيل أرضى أحد غيري ياخذه. حلوى عرس اختي ما حد بيسويها غيري انا، بسويها كلها بيدين. انت بتزهر السمن وماي الورد والنشا وترك الباقي علي. ان شاء الله. حد سالني عنك من كم يوم وقال لي كيف مدير كبير في شركه كبيره يسوي حلوى؟ قلت له قرب تحب شيء شوف ايش بتسوي عشانه. يكفي اني احمل اسم جده الكبير سعد الحلاوي ولازم احافظ على هالاسم.
عرس، بس يا ريت اليوم عرس. انت بس قول تم والوالد تكيلك احلى عروسه. نعم. نباكر ان شاء الله نكون في على. ادعي لي يا مالي يا مالي. يا رب انك تحفظه وتوفقه في كل خطوه. امين يا رب العالمين. شايف الحظ؟ زين وسما سايرين الشرقيه في يوم واحد. ايه بس انا بوصلهم صور وبروح من هناك على دعاله. الله سلمت. كيف زفت السيارات؟ لوين تبغون الرابعكم؟ ما عندنا اي مشكله، وين ما تروموا توصلوا؟ الجماعه جاهزين. بنرابعكم لين مسقط. وهناك بندور الدور. بس عاد ها انتبهوا عن السرعه. عفا عليك لا تصي حريص، وانت بعد دير بالك ترى معك حريص. اشوفك كانك نسيتني انا وش اشتغل. عشق. ما بهتم سعادة اختي. الله يرحمك يا ابو سعد، استوى لما كنت تبغاه، لو كنت عايش ما استوى اللي استوى. العوس العوس اكل كل شيء كل شيء. ايش
يبدو أنني كنت أعيش مسرحيا. أبطالها يرتدون الأقنعة. هكذا إذن انتهى الزفاف وانتهت معه المسرحية. صدمني أن الأمر هكذا بالضبط. مسرحية لا أعلم حتى الآن فصلها الأخير. سأفيق من الصدمة القاتلة وسأكتشفها. شوايد علامة صوتش. سلمي على ريلش وغدي حرمة. أها عما وصيتش. هل هلف ولد عمش يا حبيبتي؟
لا تنسين تجيبين لنا من خيرات الشرقية. يلا حبيبتي فداعة الله. هلا سيف، وينك؟ انزين اترياك، مترياك، مع السلامة. ويش عنده سيف؟ هلا ببا. الحمد لله. لا ما استوى شيء. أنا كنت حاس إنك بتسوي اللي في راسك. يا بني آدم افهم، افهم. ولد من سما من مصلحتنا. انت حويش ما تفهم، حويش. وش كان يبا عمي؟ ماشي. وش هو اللي مستوى؟ ما قلتي لي. وش يبا سيف؟ سيف جاي في الطريق. يبا ياخذنا جولة سياحية. زين.